بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مع كتاب الله وفي سورة المائدة يقول ربنا سبحانه وتعالى وهو ينعي على اليهود وعلى النصارى وعلى البشر أجمعين الصفات التي لا يرضى عنها، وبذلك فقد حذر المسلمين أن يقعوا في ذات الصفات التي لا يرضى عنها. قال تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. يبقى في تمييز، احنا مميزين. الإسلام ضد التمييز. قل فلما يعذبكم بذنوبكم إذا كنتم أبناءه وأحباءه. إذن فقد حذر البشر جميعا من الدعوة بغير دليل ولا برهان، والتمييز ضد الإنسان دعوة بلا برهان، فإن الله سبحانه وتعالى قد خلق الناس سواسية. الناس سواسية كأسنان المشط، يعني متساوية كده. كان المشط بتاع زمان تجد انه ما فيش تدرجات ولا علو ولا سفل ولا الحاجات اللي هي الحديثة دي. المشط بتاع دلوقتي فيه لعب. المشط بتاع زمان كان ساذج كده اهو، كأسنان المشط كله ايه واحد كده. دلوقتي بقى يعملوا حتة للأصقوصة وحتة للسوالف وحتة للحية وحتة كذا، يعني تفننوا. لكن قول العرب هكذا الناس سواسية كأسنان المشط جاي من المشط القديم الذي كان فيه تساوي عيدان المشط وأسنانه، بحيث إنك لا تميز واحدة من الأخرى. فالناس السواسية بما استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. يبقى إذن الناس سواسية، كل مولود يولد على الفطرة، إذن فالناس سواسية، وليس هناك أي تمييز بين البشر يستدعي أن يدعي أحدهم أنه من أصحاب الدم الأزرق الملكي الإمبراطوري، ولا أنه من شعاع الشمس. ما هو في إمبراطوريات قامت كده على ابن الشمس. ولا أنه من أبناء الله، ولا أنه الخلق عيال الله. شوف الكلام بقى الفرق. الخلق الصغير والكبير والرجل والمرأة والجاهل والعالم والبدوي والحضري وكل الخلق عيال الله. أيوة كده، يبقى مظبوط ان احنا بنطلب الإعالة والرزق من الله، بس كلنا سواسية. ولذلك فإن هذه الآية تعلن بوضوح أنها ضد التمييز. والتمييز له أنواع كثيرة. فهناك التمييز ضد المرأة، هناك التمييز ضد الطفولة، هناك التمييز ضد اللون، هناك التمييز ضد العرق، هناك التمييز ضد الدين، هناك التمييز ضد الأجانب. أبدا، والإسلام لا يعرف شيئا من هذه الأنواع أبدا، وهو ضد كل هذه الأنواع أبدا. فأنبأنا أن أرض الله واسعة. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟
وأنبأنا أنه ليست هناك حدود ولا فواصل، وأن الإنسان ينسب إلى المكان الذي ولد فيه، فإذا بقي في مكان آخر أكثر من 40 يوما نسب إليه. واختلفوا 40 يوم كفاية ولا نخليهم 4 شهور، ولا نخلي 4 شهور 4 سنين. تلاقي الكلام ده فين؟ في علم الحديث، وهم يضبطون كلام الرجال. يقول لك فلان الفلاني البغدادي، البغدادي ده ليه؟ قال لأنه ولد في بغداد، هذه ما المنشأ ماشي، أو لأنه مكث في بغداد، ده هو مولود في القاهرة لكنه مكث في بغداد. مكث قد إيه؟ وبعضهم يقول يستحق هذا اللقب بعد 40 يوم، التاني يقول لا ده يستحقه بعد 4 شهور، التالت يقول ما تخليهم 4 سنين اهو يبقى استقر واقام وعمل وكذا الى اخره. فاذا ده كلام عالي قوي، التطبيقات بتاع المسلمين فاهمين بقى عدم التمييز، مفيش تمييز، يبقى مفيش تمييز ضد اللون. وشفنا قصص سيدنا بلال في حلقات الماضية، مفيش تمييز ضد المرأة. ولذلك دين الإسلام ليس كشأن أديان أخرى، قالت والله المرأة غير مكلفة. طب ليه كده؟ أو تجعل في صلاتها الحمد لله الذي خلقتني ذكرا. طب والست تقول ايه؟ الله، الست مش هتصلي كده ولا هتعمل ايه؟ وبقت مشكلة عندهم كيف يؤولونها. امال احنا عندنا ايه؟ الحمد لله رب العالمين، تقولها الست وتقولها الراجل. الست طب فروض الصلاة عند الستات، هي فروض الصلاة عند الرجال، ما قلناش ده تصلي اكملناها ست يبقى تصلي 5 ركعات والراجل يصلي 4 كفاية عشان راجل، مفيش حاجة اسمها كده. إذن فهذا الكلام ليس مرتبطا بالعقيدة فقط. لما واحد يقرأ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، أم يفتكر أن دي عقيدة فقط؟ لا، ده هذا الكلام مرتبط بالمواقف الإنسانية في مسار الحياة. أنا لن أقول مثل ما قال آخرون إني ابن الله وإني حبيب الله، ولذلك ويترتب عليه أنني متميز عن الخلق، أبدا. ده أنا بتقي الله وابتعد عن المعاصي وأقوم بالفروض وأعطي الناس حقوقهم، وفي كثير من الأحيان لا أطالبهم بحقي، ثم بعد ذلك كله أسأل الله السلام، أقول يا رب سلم سلم، وأنا أسأل الله السلامة على حالي القائم ومش عارف بكرة يحصل ايه. ولذلك من كلام المسلمين يا الله حسن الختام، يا الله يا الله حسن الختام، يعني ايه؟ يعني يا الله حسن الختام، أسألك حسن الختام. ويقول لك ايه؟ يا الله حسن الختام، يعني يا رب الأمر غدا ليس بيدي، اختم بخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول
وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى أنه ليس بينه وبينها إلا شبر، يعني يموت بس، فيسبق عليه الأجل فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى إذا لم يكن بينه وبينها إلا شبر فيسبق عليه الأجر كتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيموت فيدخل الجنة. طب الأولانية تحذير وخلتني مش ضامن روحي وبقول يا رب سلم سلم، وده يحدث في القلب ايه؟ يحدث في القلب خضوع وخشوع وتوكل على الله ويا رب سلم. لحسن دي الحكاية خطيرة، ما اطمئنش ان انا مصلي وصائم وحج وعامل وفاعل وسوي، ولازم اخلص النية، وبخاف برتعش من انه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على الإيمان. القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. بعدين أبقى خايف. طب والتانية يعمل بعمل أهل النار، يعني أنت بتدعو يا مولانا بالمعصية؟ قراءة، الحقيقة أنا بسميها القراءة الخيبة للنصوص الشرعية، في حاجة كده اسمها القراءة الخايبة، خايبة قراءة خايبة. لا، ده بيقول لي ما تحتقرش حد بيعصي ربنا، انتش عرف انت مالك، ما هو واضح اهو، ده حرام ولا لا يا مولانا؟ حرام. طيب وهو في النار بقى؟ لا، ده ممكن قبل ما يموت بشبر ربنا يخليه ويوفقه انه يعمل عمل اهل الجنة فيدخل فيها. يبقى ايه وضعك بقى انت؟ اذا ده نكهة يفيد الخضوع والخبوت لله، وهذا يفيد عدم التكبر على الخلق. الا ده ما فيش تمييز بقى، حتى العصاة حتى الكفار، حتى العصاة وحتى الكفار، ده احنا ام الدعوة، الزباين بتعوبنا الكل الخلق، الزباين بتعوبنا اللي عايزين نقول لهم كل الخلق. وما ارسلناك الا رحمة ولا للمسلمين للعالمين. والى لقاء اخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.